على بركة الله. بس فاهم إذن مشاهدي قناة شوف تيفي أهلا ومرحبا بكم على فهد مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. نداء نشاط بمقهى شعبي في هذه اللحظات، مقاهي تتهدين باللون الأحمر والأخضر سدادا للمباراة الأخوذ الأطلس ضد منتخب الكونغو الديمقراطية بإذن الله تعالى. توفيق منتخبنا الوطني، أجواء جد 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 رائعة هنا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. يتم تزيين كتب تزيين المقهى الشعبي باللون الاحمر والاخضر. ما عرفتش حيدو من تحت، كلشي كيقاد صغير كبير كيقاد معاهم، كلشي موجود كلشي ناشط كلشي فرحان كيوجد الماتش باذن الله تعالى مباشره من كازا. الصورة أمامكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، الله يدوم أفراح يا رب العالمين، الله يدوم أفراح ونتمناو إن شاء الله أن هاد الاستعدادات ما تمشيش غير هكاك، نتمناو هاد الاستعدادات إن شاء الله تنتهي بتفوق منتخب وطني، حيت رسميا اليوم إن شاء الله إلي ربحنا غيتوج المنتخب أو عفوا أنه غيتأهل إن شاء الله، لما لا يكون فعل خير هاد الكلمة اللي خرجت هادي تتويج. واللقب الثاني الافريقي اللي حنا محتاجينه يكون من نصيب المغرب باذن الله تعالى. كلشي كيوجد كلشي نقدر نقولوا ناشط كلشي فرحان كلشي كيستعد المنتخب الوطني كبير صغير وكلشي على اتم استعداد من اجل ان شاء الله تكون فرحه كبيره باذن الله تعالى. اليوم على الساعه الثالثه مباراه المنتخب الوطني ضد منتخب كونغو الديمقراطية، كلشي موجود وكلشي ناشط كلشي فرحان على الوطنية تزين المقاهي الشعبية في هذه اللحظة. شوفوا الدرابواش في كل مكان وكلشي كيعلق الدرابواش كلشي كيوجد تبارك الله، الله يدوم أفراح يا ربي. هذه الأجواء من قلب مقهى شعبي. جد جد رائعة مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي من قلب مقهى شعبي في هذه اللحظات. كلشي محمد هو خويا رافضنا لهاد القضية هادي، هما غاديين يقادوها دابا إن شاء الله، يعني ردوا البال أن شافوا أن الراية مقلوبة ودابا كتقاد إن شاء الله. الناس عبد الرحيم قالك الراية مقلوبة هاهي غتقاد، هاهي تقادات الحمد لله. ردوا البال كلشي سارة كتقول لنا الله يفرحهم يا ربي ان شاء الله ان شاء الله عبد الرحيم ان شاء الله. من البارح هما كيتسناو فيك عبد الرحيم، سالوا الديوان كلشي يخدم الشباب يخدم.
أو الولادات الله يخليه لك إن شاء الله. كاين المغرب شوفوا ودي إلى مصر اللي خليك في المغرب خليك بهذا تقبل بها تبقى تفرح تبقى تفرح ديما فرحان. اسمع شعار ديالنا الخليج الله الوطن في البلد. عاش ولدي. كاين عبد الرحيم تبارك الله عليك عبد الرحيم تبارك الله عليك. هما كيقادوا في الراية قادوا قلوب الشباب ديال ولدنا هادو شوف قرايه وتعجبوني بانهم تيحفظوا وتيقراو دابا جاو تيعاونونا باش يشجعوا معنا المنتخب المغربي باش تلصق فيهم حتى هذاك الشيء المبادئ ديال روح المواطن. هذا هو الربح ديالنا. تبارك الله عليكم الدراري. الشعار ديالنا خالد شناهو؟ الله الوطن. تبارك الله عليك. اذا مشاهدينا الكرام في اللي كتسناو فيه من البارح راه جا دابا وكيقاد لكم الرايات كيقاد لكم كنشط فيكم الماتش مع الثلاثة. الناس كيتصوروا على الماتش مع الثلاثة ان شاء الله مربوحة ان شاء الله. الله يفرحكم امين يا ربي امين. كلشي كيدعي معنا كلشي ناشط معنا كلشي باذن الله تعالى. نتمنوا ان شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني المغربي باذن الله تعالى. هو بيلي اللي كان البارح وعدكم انه غادي 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 ينشطها. حنا غنبقاو معاه ان شاء الله من خلال هذا المباشر باذن الله تعالى. الشعب